تحب تعيش مرتاح قولي عنيش النساء. عسلامة ومرحبا بكم. معكم سهام بن عبد الله، أم لست أبناء، خادمة محبة لكتاب الله عز وجل. عندي تجارب إعلامية تلفزية وإذاعية سابقة، سيناريست كذلك. الحقيقة ما نحبش نحكي على روحي في العادة، لأني بالحق توعوت برشا مرات باش نجم نعرف بروحي، لأني في الأخر نحس روحي لأني عبد من عباد الله. ربي أعطاني فرصة وكنت في هذه الحياة، أعطاني مسؤوليات إن شاء الله نقوم بهم كما يحب ربي. عندي برشا خير، برشا تفاؤل، برشا سعادة، برشا فرحة، نحب نمررها لكم وإن شاء الله نكون سهام خير من خلال برنامج إنسا ونص. مرحبا بكم معنا وإن شاء الله ديما في خير. عسلامة، يسرى سيرمي، 32 سنة، مهندسة متاع طاقة، عندي ماجستير في الانوفيشن مانجمنت، خدمت في مجال الاستشارات متاع الشركات، حاليا متفرغة، عندي 3 أبناء ربي يحفظهم إن شاء الله. هواياتي المسرح، رياضة، نحب الناتاسيون. بالنسبة للتجربة الإعلامية، الحمد لله يا ربي كانت عندنا تجربة في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وتجربة مع مسلسل أولاد رمضان بين الإذاعة والتلفزة. المرة ذي إن شاء الله أول تجربة تلفزية، إن شاء الله يا ربي تنال إعجابكم. نحس روحي عندي طاقة متاع حب، برشا طاقة إيجابية نحب نشاركها مع الناس الكل. نحب نغير النظرة متاع الأشياء، نشوفوا الدنيا بنظرة جديدة، لتونس أفضل بإذن الله. تبعونا ما تندموش. عسلامة ومرحبا بكم، أنا فاتن بالحاج، زوجة وربة بيت وأم 3 أبناء. بنتي الكبيرة بدورها أم، عندي زوليدي ما شاء الله رجال، متحصلة على أستاذية في التصرف والمحاسبة، مسؤولة في منشأة عمومية. هوايتي أو بالأحرى هواياتي، نحب يسر الديكور توسكي تزويق، نحب الطبخ سبيسيالمون لي جاتو. كوني مولودة وكبرت ونشأت في المدينة العربي، نحب كل ما هي حاجة زمنية وقديمة. الحق بالنسبة لينا تحكي حكاية وتروي رواية. تجربتي هذه الأولى من نوعها، الحق أول مرة نقف قدام كاميرا وما عندكمش فكرة على التخاك اللي أنا عايشته. حبيت كمان نعدي أميساج لنساء، يا مرأة راك أم وراك أخت وراك بنت وراك فنانة وراك مبدعة وراك كل حاجة حلوة خلقها ربي. ثق بنفسك واعطي قيمة لروحك واعرف أنت قيمتك باش يعرفوا الغير قيمتك. الله يعيش النساء. بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا. مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجنا نساء ونص. نساء ونص، المرأة التونسية القادرة على أنها تتجاوز كل المصاعب، المرأة التونسية المسلمة، المرأة التونسية القدوة، المرأة التونسية باش نحكيو عليها في هذا البرنامج، لكن كذلك رانا نحكيو على الرجال كذلك، وإن شاء الله يا ربي نشوفوا الأزواج متهنيين ومرتاحين يا فاتن، بأن نحضروا المرأة الكاملة ونحضروا إن شاء الله الراجل الكامل. مرحبا بك يا فاتن في لقائنا اليوم. مرحبا، عسلامة ومرحبا. أنا ياسر فرحانة اللي معناها ربي سهل لنا في لقاء آخر. الحق صار ياسر تجاوب مع الحلقة اللي تعديت. إي. وجو ماتوندي با الحق، لا في الخدمة لا في الانتوراج متاعي. معناها كانت مفاجأة سارة. الحمد لله. بالحق. الحمد لله. بالحق. يعني صار تفاعل يا فاتن. صار تفاعل. مالغري لي انا ما حكيتش ياسر معناها على البرنامج. صار تفاعل وتفاعل ايجابي. وان شاء الله يا ربي كل حلقه نزيدوا فيها اضافه. اضافه ان شاء الله. ان شاء الله من حسن الى احسن. ان شاء الله يا فاتن. يسرى. مرحبا بيك ومرحبا بيكم كل بنات، سهام الخير، فاتن البركه. ويسرى الخير كذلك. ان شاء الله يا ربي. الحمد لله رب العالمين، ربي يسر لنا اللقاء الثالث هذايا. بصراحه انا نحس في روحي فرحانه برشا. الحمد لله. الحمد لله يا ربي، على خاطر العبيد تفاعلت معانا قوش عليها كل البرنامج اللي تستنى فيه. الحمد لله يا ربي. حاسه تقوش عليها في ديارها. اي نعم. وليت تتفاعل وتعطي في الاقتراحات وتعطي في الافكار. حسيتهم صراحه كاينهم بحذينا قاعدين، ودخلنا ان شاء الله يا ربي لقلوبهم. ان شاء الله يا ربي. احنا يا يسرى اللي حبيناه من برنامجنا هذايا وقعدتنا ولمتنا، نحب نوريه يعني انه المراه التونسيه راهي مراه ما شاء الله قادره على انها تحدث الاضافه.
نحب نحكيه على المرأة اللي هي قادرة أنها معناها تكون معناها قائدة في بيتها وفي المجتمع التونسي. احنا قاعدة عائلية واللي يجيب حذينا الحمد لله حتى ضيوفنا الحاجة اللي حسوها فينا يعني حاجة ربما تكون ما يلقوهاش في برامج أخرين أنه كأنه قاعدين في دارنا. يسرى بنتنا فاتن أختنا المشاهدين كيف كيف معناها، فما نعرف اللي أبائنا وأمهاتنا وجاتني منهم رسائل عديدة على صفحتي في صفحة الفيسبوك متاعي سهام بن عبد الله، فما الكثير من التفاعل من الآباء والأمهات والأخوة والأخوات حتى الرجال. أي. ربي يبارك فيكم إن شاء الله. رجال ربي يبارك فيهم معناتها أمهاتهم ما ينجموش يتواصلوا على صفحة التواصل وكل شيء، يقولون راي أمي تبلغ لك سلام. نعم. وراي تتفرج فيك في العشوية. نعم. حاجة تفرح تزيد المسؤولية. نعم. إن شاء الله يا ربي من حسن لأحسن، وإن شاء الله كل حلقة نقدموا حاجة متميزة يا ربي إن شاء الله. وإحنا نحبوا التفاعل متاحهم يكون كالنقد البناء اللي نحبوه، كان فما حاجة ما عجبتكمش، فما حاجة تحبوا تقترحوها علينا، فما حاجة عجبتكم ونحبوا نكملوا فيه، فأحنا ننتظروا في اقتراحاتكم. يسرى تقول لنا على برنامج اليوم شنو فيها؟ أيه. مرحبا بكم في جلستنا مع نساء ونص تحلى لمتنا، على خاطرك أنت مرأة باش نحكيو على الرجال، وعلى خاطرك أنت يا راجل باش نحكيو على مرأة، وعلى خاطركم الزوز تبعونا وما تندموش. مدبارة اللي تود بها عائلتك، للعين اللي تشوف بها اللي يشغلك، ومع خوض وعين يشوفوا بها بإذن الله تتحل مشكلتك. شهريت المرأة تهمك تحب تعاون بها غصرتك تهمني تهمني وزعمة أنت تعاونها كي تقولك ولا تقف معها وحدك وحدك. في هذه الحلقة ضيفنا راجل إن شاء الله معانا دكتور أحمد الأبيض، طبيب ومختص في الظواهر الاجتماعية والنفسية، مع ياسمينات بين الحلال والحرام والعيب باش نشوفوا ربي شقال، ومع آية ربي تفهم الحال، مع فقرة القرآن وصية النبي العدنان صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مدبنا في الآيات آية شابة متميزة في فقرتنا الجديدة اللي تهم كل شاب وشابة. يعطيك الصحة يا أسرة، حكيت على حكاية أكيد تهم كل عائلة تونسية، الشهرية، شهرية المرأة وشهرية الراجل والمصروف في الدار وشكون يصرف، فما هكا شوية ساعات تصير مشاكل، كان ما نقولوش برشا مشاكل على الشهرية. خرجنا للشارع التونسي وسألنا الراجل التونسي خاصة، يا هل ترى شهرية المرأة حلال على الراجل ولا حرام؟ يعني تنحي شهرية مرتك ولا ما تنحيش شهرية مرتك؟ نحب نشوفوا إجابات الشارع التونسي في الفتير هذية ونرجع بإذن الله فش نتفاعلوا. الله يعيش النساء. ايش قولك في الرجل اللي نحي شهرية مرته؟ ينحاها ما كلمة نحاها ما كلمة عنف وقوة، كي نسمعوا ينحاها نقولوا عنف وقوة، أما كي تمدلوا هي تمدلوا عن اقتناع يظهر باش تمدلوا باش يصرفها على الدار نتجاوزوها عادي جدا تمد، أما كي باش يفكها بالقوة ما تجيش، خاطر مش هو اللي قرها وهو اللي تعب عليها وهو اللي حتى هي عندها مصاريف خاصة بها المرأة. هي عندها خصوصياتها وما فهمش امراه ماهيش تعاون في الدار. هي احنا كنا نقولوا قبل نقولوا مسؤوليه الراجل الدار، اما توا يتعاونوا المراه والراجل ما دام الزوز يخدموا يتعاونوا، هو شويه وهي هو شويه وهي شويه. هي الراجل ينحي شهرية مرته هذيا معناها ماهيش هي، نظرا لانه معناها الراجل كي يحل الدار لازم يحله هو على قاعده، هو المسؤول عليها باش يعرس بالمراه وباش كل شيء. فيما يخص ينحي شهرية مرته هذه، هم يلزمهم المرأة والرجل يتعاونوا خاصة في الوقت الراهن غلاوة المعيشة وكل شيء، أما مش معناها باش ينحيها لها يتعاونوا، ترى هي حاجات في الدار تاخوهم. إذا كان الراجل مززي أموره بالابل معناها مش مستحق، معناها حرام كي باش ينحي لها الشهرية نتاعها. الاحتمال الثاني كي تبدا الأمور على قدها والظروف نتاعها معناها مش مناسبه، كي مش باش ينحي لها الشهريه كل، اما ينحي لها منها حتى النص باش يعاون بها مروحه، خاطر هي في الاصل ما تنحاش شهريه المراره، خاطر الراجل هو سند العائله.
خاطر اون برانسيب يتعاونوا اوكي، اما باش ينحي لها شهريه كاريمون جو سوي كونتر الحقيقه. يتفاهموا يتقاسموا، فما مي ذو كري صغار غوتي ويتعاونوا اوكي، ما كان بالرضاها هي، اما باش يفك لها كاريمون سامحني منه. يعني حتى اونتر بارونتيز ما تجيش حتى رجوليه، يعني راجل باش يفك شهريه مرته، وين الرجوليه هذيا؟ سامحني افيك تو مي ريسبي للرجاله للي ما يستحقوش. ضد الراجل نعشر ما يلزموش ينسى على شهريتها، يخليها حريتها، وهو يجيب الفلوس وهو يجيب امكانياته وهو يعمل كل شيء. في ديننا موجود هكا زاد، ما يخدمش. لا علاش ما يخدمش؟ معناتها يمشي يخدم وين يجي يلقى، كيفي انا. انا نمشي وين يجي نلقى، حتى في المرمى نخدم. المهم المرمى ما تتعب. الاصل انه الرجال يقاومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. تبقينا اذا كان المراه تحب تصرف باستحباب يعني وتعاون رجلها، يعني هذا ما فيها بأس معناها، فهمني. لكن الاصل انه النفقه على الرجل، هذا هو الاصل حتى اللي نعرفه. تبقينا توا احنا في وقتنا هذا وفي عصرنا وفي بلادنا، المراه اللي اختارت تخرج باش تخدم لازم زاد تتحمل مسؤوليتها مع الرجل. فهمت كيفاش؟ يعني ما تنجمش تكون المسؤوليه فقط هوني على الرجل فقط. باش تنحي الشهريه تاعك المراه راهي حقره. احنا دون لوديكاسيو تاعنا باش تخلصك مراه قهوه عيب. مادام تزيد تنحي لها الشهريه تاعها راهي بور موا راها اعتداء فريمون كومينيس كلافاج. اسباب مثلا كي يكون الراجل مريض وهي باش تصرف وتقوم بالعائله ما عنديش معاها حتى مشكل الحكايه دي، مي باش ينحيهم لها فكين معناتها ما باش معناتها نقولوا يخدم ولا يبطل خدمته ما يحبش يخدم باش هي تصرف يفكهم لها، هذاك تسمى فكين، انا ضدها. مادام انت تخدم رجلك من نوع اللي مستحلي فلوسك ولا كل حال معناها فلوس ما لوش عليا، نصرف على اولادي نعاون كهم على ما هو مصروف الدار يقوم به ويقوم بوجبات الدار. الله يعيش النساء. رجعنا بالتقرير، سؤال سألناه للشارع التونسي لكن ما رجعناش وحدنا، رجعنا معنا الدكتور أحمد الأبيض، دكتور وباحث في المسائل النفسية والاجتماعية. مرحبا بك دكتور. أهلا بكنا وبالسادة المشاهدين جميعا. ربي يبارك فيك. أول راجل يحضر معنا في برنامجنا نساء ونص، وأحنا فرحانين برشا بيك يا دكتور، لأنه أحنا راهي فلسفة البرنامج هي للنساء والرجال للعائلة التونسية، لا ومش للعائلة التونسية فقط وإنما للعائلة العربية الإسلامية معناها عامة. مرحبا بك يا دكتور. الله يحييكم. ربما تقولوا شنو المشاكل اللي تعملوا فيها؟ شنو السؤالات اللي تسألوا فيهم؟ شنو هذا راجل ينحي شهرية مرته ولا كيفاش شنو؟ هذو ربما مسائل مسكوت عنها في الديار واللي هي سبب في برشا مشاكل، هكا ولا لا دكتور؟ صحيح. نعم، لذلك احنا نحبوا نحكيوا على امور ربما ما نحكيوش فيها ونقولوا خلي الامور تتعدى هكاك، واصبر يا امراه واصبر يا راجل، وذلك هو اللي يصبر يعني ينال. لا احنا فما مشاكل ديننا يحلها، مشاكل نلقاو الحلول في صلب هذا الدين وفي بيت النبوه نجموا نلقاو الحلول باش احنا نعيشوا مرتاحين، لانه مؤسسه الزواج هي سكن، هي اطمئنان، هي راحه، هي راحه بال. رتح بالك بانك تتبع منهج القران الكريم وما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يعيش النساء. النساء الوصفة السحرية، وصفة سحرية من عند خير البرية، صدقوني هما وصفة سحرية إذا تجربهم باليقين تو تشوف النتيجة متاحة عمليا وفورا بإذن الله السميع العليم. كما وصفة الدواء كي تمشي تاخذها من عند الطبيب وتعرف اللي هو طبيب متمكن ما شاء الله، كما دكتورنا ما شاء الله في نصائحه بإذن الله نجربوهم ننتفع بهم، كذلك أنت يكون عندك يقين في أن ذلك الكلام لم يقله رجل عادي وإنما هو وحي يوحى من عند الله سبحانه وتعالى خالق الأرض والسماوات، هو اللي أعطانا هذه الوصفة باش نشوفوا إذا كان نكونوا تعبين ومانيش قادرين على قضية الدار وعلى الخدمة ونروحوا الزوز تعبين، الرجل تعب والمرأة تعبة وكل واحد فينا يقول للآخر راني أنا بدي تعب، أنت يعمل هكا وأنا وما وصلناش ساعات الوقت ما يخلطناش باش نكملوا قضيتنا في الليل. عندنا وصفة عطاهانا سيد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. في حديث سيدنا علي والسيدة فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقت اللي كانت السيدة فاطمة
تعبت السيدة فاطمة من العمل في البيت وكانت ترحي بدايتها معناها الحبوب باش تطحن يعني الطحين هذاك باش يطيبوا منه، وكان سيدنا علي كذلك يشتغل في ثانية ويروح هو بيده تاعب في الليل. فلما دخل على زوجته حكيت له السيدة فاطمة الزهراء، حكيت مع زوجها يعني شوف الحوار يعني كيفاش يأسس للحلول وباش نلقاو بعد الحلول. ف يعني هو حديث سيدنا علي أن السيدة فاطمة رضي الله عنهما وأرضاهما شكت ما تلقى في يدها من الرحي، قالت له راني ديتي طابت، راني ديتي توجع فيا، راني تشوف يدي راهي تنفخت، راهي يدي توجع، ما عادش نجم نرحي. قال شكت ما تلقى في يدها من الرحي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده. حكيه هو وزوجته، قالت له يا علي يدي توجع فيا ما عادش نجم نرحي. قال أشار عليها، قال لها راني نوعا ما مع زوالي ما عنديش باش نجيب لك خادم، شوف مع ابوك كان ينجم يعاونك بخادم يخدمك. فذهبت الى ابيها صلى الله عليه وسلم فلم تجده في البيت، فاظن وجدت السيده عائشه فقالت انها معناها جات تحب شكون يعاونها. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما جاء أخبرته، قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم. يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقامه، جاء لابنته ودخل فوجدها مع زوجها عمل شد فريشهم باش يرقدوا، فهمت بالوقوف خاطر حشمت منه. قالت فذهبت أقوم يعني هممت بالقيام، فقال مكانك اقعد ارتاح، يعرفها تعب زوجها اقعد ارتاح مكانك. فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري. الله الله يا دكتور كيفاش توا احنا نسيبو ويدخل نعم الصهر، شوف العلاقة اللي حطوها لنا، نسيبك شوف كي ولدوا هذاك هي بنته وهو كي ولدوا ويدخل ما في وسطهم وسويقاته الشريفتين مست صدر بنيته وهك القعدة الحميمية هذيك الحلوة العائلية اللي باش ندرسوا فيها الموضوع. قالت فقال مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ أي نعطيكم يعني أمر أحسن من أنكم تجيبوا خادم يعينكم في الدار، إذا أويتما إلى فراشكما، يعني وقت تشدوا فريشكم بعدك النهار متاع التعب الكل والمجاهدة، وانت في شيرية مرات تجاهد وتتعب وهو في شيرية يتعب، إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33، يعني الله أكبر 33 مرة، وسبحا 33، واحمدا 33، فهذا خير لكما من خادم. وهذا الحديث موجود في الصحيح، يعني هذا حديث صحيح، يعني وصفة سحرية من عند خير البرية، تدخل تكمل نهارك وتقوم بالمهام متاعك، ادخل إلى فراشك أنت وزوجتك وكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33. لكن أنا نحب أقول كيفاش يكون حمدنا، كيفاش يكون تكبيرنا، كيفاش يكون تسبيحنا، هل هو باللسان فقط أو هو في وعي بما نقول، وكذلك بيقين أن ربي سبحانه وتعالى سيعينك وسيعينك يا أختي في عمل اليوم الغد، وكأنك عندك جنود مجندة قاعدة تخدم معك. يا فاتن قل انا جربت والله جربت، احنا ما نجربوش احنا تجرب احنا باليقين املك هي جربته معناها احنا ما بين ظفرين مجربته، خاطر مش نقعد نعملوا سنين اذا كان مش باليقين فاش قامش نعملوا. انا ملي سمعت الحديث ونعرفه هو معناها صحيح، ما فهمش لي لا قبل ما نرقد ما نسبحش هكاك باليقين اللي غدوا ربي باش يعطيني صحه البدن والقوه باش نقوم بك اللي نقوم به الكل والله كل ليله. سبحان وسبحان ربي
اللي نعمله في النهار يعني كان ربي بتاع مش 24 ساعة وكأنك بتاع 48 ساعة و 72 ساعة. خلي من البركة اللي حكينا عليها تقوم بكري وخلي هذاك الكل. أنا نقولها باليقين صحة بدني معناها باش ربي يبارك لي في صحة بدني قبل كل شيء. خاطر هذيك بخيت الكابيتال يبارك لك في الوقت ويبارك لك في الوقت ويبارك لك في الفكرة ويبارك لك في الزوج اللي باش يعاونك باش يبارك لك في الزوجة اللي باش تعاونك. شفتوا النوم يبدا معناها لما نكملها كان مش يقين. شفت الوصفة سحرية ما تناشم كما نقوله تفيق بيها كما النهار تنسيها. يا ربي شو عملت اليوم؟ علاش النهار اليوم داخل بعضه؟ علاش ما خلطتش كملت الحكاية؟ علاش ما خلطت تتذكر تقول نسيت الوصفة السحرية؟ ما كي نقوله احنا باليقين يعني مش تجرب هي نعرف فيها مش قصدها معناها في معنى تجرب. ولكن فما حاجة أخرى ديما نتسائل أنا من أول أنا غير لي حياتي كما قلنا احنا فما آيات تغير القرآن. هذا الحديث بالنسبة لي أنا غير لي حياتي. أولا الحالة النفسية حسيت كما سيد النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي جاء سيدنا علي وسيدنا فاطمة قوش عليه وقت اللي أنا تعبت واستحقيت وربي بارك لها اللي علمتني الحديث حسيت قوش عليه طبطبت علي قالت لي أقول هذايا وقلت الراجل قلت له قول هذايا. وحاجة أخرى أكثر من هكيكة ديما نتسائل نقول عليش سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل النوم عليش قبل نرقد؟ ذكرتني كي يقولوا أحنا الله أكبر نحسوا ونحطوا كل شيء ورانا. قلت احنا كي نعديو نهار نبداو تعبين برشا ونبداو نستحقوا معناها شكون كي نقول انا سبحان الله والحمد لله والله اكبر قديش نستشعر نعمه ربي عليا اللي وفقني كل نهار ذاك واعطاني نفس واعطاني حياه باش نجمت نكمل حتى كشي معناها اللي نخلط للفراش للنوم. فقاعده قوش عليه نستشعر فيني عامله ربما خذيتني الدنيا وما فقتش بها مني عام كي نقول انا الحمد لله الحمد لله ربي وفقني وعشت للنهار الله اكبر او اكبر مشاكلي همومي كلها ورايا سبحان الله يا ربي انت اللي باش تعاوني يا ربي غدوه خاطر كان انا بلاش بيك حتى شيء يا ربي. فالمعنى هذايا معناه دعوه للناس الكل عيشوا بيها سبحان الله والحمد لله والله اكبر قبل ما ترقدوا وتو تشوفوا حياتنا كيفاش نتبدلوا ونعيشوا بيه مش كلام بركه ولكن بالمعنى والاحساس. وما احلى ان يجتمع الزوجين معنا على ذكر ربي سبحانه وتعالى. تفضل دكتور. أنا أبدأ بالنقطة هذه العمل المشترك وبالتالي الزوجان يعزفان على وتر واحد وجملة موسيقية واحدة وبالتالي بوسع كل واحد منهم من يقول الآخر نحن واحد. النقطة الثانية الله أكبر التكبير هذا قيمة مركزية في الإسلام في الصلاة في مواجهة الأعداء في مواجهة التحديات وبالتالي أمام ما شهدت من تحديات من متاعب وما يمكن أن يعترضني أنا أقول الله أكبر من كل ذلك. أنا القادر بإرادة الله القوي المتين على فعل ما أطمح إلى تحقيقه. الله أكبر على ضعفي الله أكبر على ربما معناها وكل التحديات اللي تعترضني. نعم نعم نعم. لكن يمكن أن أعجز أو تخذلني الإرادة أو أتراجع عما يمكن أن يكون المنتظر مني قيامه به فأن أسبح الله تسبيح وتنزيه أنزه الله أن يراني حيث لا يريدني. لكن حتى أنجز مهامي هذا يحتاج إلى جملة ملكات وقوة وإرادة ورأس مال مادي ومعنوي وبالتالي هناك كثير من الوسع لدي أحيانا بل في الغالب نحن نغفل عنه. لذلك يأتي الحمد لأتفطن لنعم الله التي أنا غارق فيها لأكون على مواعيد دائمة معها ثم أوظفها لصناعة غد يتحدى ما يعترضني من تحديات وبالتالي أنا أستجيب للتحديات من أجل التقدم إلى الأمام. وبالتالي نحن في حاجة أن نستحضر كل هذه المعاني فنكون أقدر وأقوى. شوف في الكورونا اللي سبب الكورونا يبحث عن الأكسجين ولا يجده في حين هو يملأ 21% من الغازات الموجودة. وبالتالي نحن عندما نتنفس كل يوم لا نتفطن إلى أهمية الأكسجين هذا وبالتالي نحن في نعم كثيرة في حاجة لاستدعائها لاكتشافها للتعرف عليها للاستمتاع بها لتنميتها للحفاظ عليها والاستمرار فيها.
الله يبارك فيك صح الناس بالحق يعني كلام ما عادش من بعده كلام ظهر لي يوفى الحديث يوفى الحديث نعم يوفى الحديث فما البرنامج ما فيش ما اجمل هذا الدين وما اجمل معناها انك تكون فاهم ومستقبل معناها الرسائل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت واعي أن تعيم السيرة النبوية والهدي النبوي وآيات القرآن الكريم هذا اللي ينقصنا ربما أنه ندخل في حالة وعي بكل تلك الأمور يولي فما جمال آخر ومعنى آخر وقيمة أخرى الله أكبر ويولي كيف سبحان الله وللحمد لأنه بعد نهار كامل وانت تاعب بالأصل أنه يبدأ الإنسان يشكي ولا لا غادي تحمد وتبدا قانت ربما من حاجات ما عملتهمش في النهار وما خلطتش عليهم فلما تقول الله اكبر اكبر من كل كبير انا ما نجمتش نعمله والتسبيح والتعظيم وتوكيل رب العالمين وتنزيه رب العالمين يعني بالحق تقول سبحان الله سبحان اللي جمعك الزوزك اللي ربما في النهار تعاركوا لكن في الاخر اخر النهار تجمعوا فيك الفراش باش يسبحوا وباش يكبروا وباش يسبحوا وباش يحمدوا ربي سبحانه وتعالى استعدادا للقيام غدوه ان شاء الله باذن الله كان ربي اعطانا فرصه اخرى باش نقوموا نكملوا وظيفتنا اللي احنا تجمعنا على خاطرها اكل الزوج والزوجه واللي هي علاقه راهي متينه راهي علاقه حلوه راهي معناها يلزمنا نفهموا ما معنى الزواج وما معنى أنك عندك زوجة برشا ناس محرومين منها وعندك زوج برشا ناس محرومين من أن يكون عندهم زوج لظروف يعلمها ربي فحافظ على كل النعمة هذيك اللي ربي أعطاها لك وابني أنت وياها وتراحموا وفهموا بعضكم وتحاوروا راهي الدنيا فيها موت يا دكتور وقلوها وإلا لا ما نحبوش نتذكروا محاسن بعضنا وقت نفقدوا بعضنا ونقولوا يا ريتو يفيق توا وربما نحتضنوا وربما نقولوا الكلمة الطيبة وربما نقولوا نحي ما تتعبش أنا نحب نعمل لك الحاجة في مكانك ولا نقول لزوجتي نحي ما تعملش أنا نحب نهز معاك فعلاقة راقية جدا يعني نعم هي مودة ورحمة يا فيت نتو باش نشوفوا بارك الله فيك دكتور شرفنا وافدتنا وربي يبارك لنا فيك وماهوش باش يكون اللقاء الاخير اكيد باش تكون باش تشرفنا في مواضيع اخرى تهم الاسره تهم يعني الانسان المسلم بصفه عامه باش نكون المسلم القوي اللي فاهم رسالته ويعرف كيفاش يتفادى العقبات اللي تنجم تعترضه في حياته باش يكون ناجح في الدنيا وفي الآخرة ربي يبارك فيك يا دكتور عزكم الله الله يحفظكم إن شاء الله في أعمالكم نساء ونص إن شاء الله عجبك البرنامج الحمد لله وإن شاء الله يا ربي تكون معنا لتضيف لنا وعندك وكانت الإضافة بفضل ربي لنا نحن وإن شاء الله تكون للمستمعين كذلك بارك الله فيك يا دكتور نمشيو للوصفة وصفة فاتن دبرنا ما دبرنا أش دبر علينا معلمنا وباش نشوفوا اليوم فاتن أش دبرت علينا في الوصفة متاعها دبرنا ما دبرنا أش دبر علينا معلمنا الله يعيش النساء عسلامة مرحبا بكم في كوجينتي كالعادة جيتكم بوصفة إن شاء الله تكون سهلة ومش غالية في متناول الجميع ومتاع وقتها باش نعملها بالبرتقال اليوم خبزة الجاتو وبالشوكولاتة نبدأ بسم الله عنا
مكونات كل تجنس مع بعضها بالكدا. بعد باش نستعمل هذايا دونك تاويك كملنا هذوما باش نصبو جو دورانج. ماذا بيكم تعديه ديما على الصفية، نجم يكون فما قلب اي حاجة. بسم الله. اون فوا تخلطو نزيدو عندنا هوني 50 غرام شوكولاتة كحلة ذايبة، حتى التخليط راهو راس كيفاش نخلط بعد كبير، حتى التخليط فيه حكمة. وعمركم ما تبداو تخلطوا هكا بزربة، حاولوا اعملوا ديما الموفمون هذايا نتاع 8 غصب، دور وعاود في الوسط هكا، دور وعاود في الوسط حتى المخاليط الكل يتجانس مع بعضه. توا كملنا هذوما باش نكملوا العظم، عندنا 5 كعبات عظم. بالكعبة بالكعبة نهبطوهم سي. توا تخلي كل شيء في بعضه بالكدا، الخليط كله متجانس هكا هو. نكونوا قبل ما بدينا نطيبوا الجاتو حطينا الفور على 180 درجة. توا باش نصبوه في القالب، اخترت لكم قالب جديد المرة هذه، ونحطوه في الفوق. هذا القالب نتاع المرة هذه، هاكم من بعد كتيب كيفاش يولي. بسم الله. توا حطيناه في القالب كهو، توا نحطوه في الفوق. بسم الله. كملنا وصفتنا متاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم هيك سهلة، ونأكد لكم اللي ياسر بنينة وصحة وبشفاء ليكم. سلامة. النساء. عدنا مع فقرة أحسن القصص وآيات الله وكتاب الله المجيد. الفقرة هذه نحبها وتحبوها نعرف أخواتي اللي معايا في البلاتو، وزاد المشاهدين كذلك تفاعلوا معها برشا، لأنه ما أجمل أن نقرأ القرآن الكريم كما أراد الله سبحانه وتعالى، استجابة لأمر الله وردتي للقرآن ترتيلا. احنا نحكيوا على العائلة، نحكيوا على العلاقات الزوجية، نحكيوا على الزواج، فأحنا كل مرة ناخذ آيات تدعم المعاني متاع الحصة متاعنا. مش ناخذوا الآيات من سورة الروم اللي هما في الصفحة 406 من القرآن الكريم، فنقرأ الآيات برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. نبدأ ونتوكل على ربي. حاضرين قلوبكم قبل مصحفكم، القلوب تجهز تتوجه إلى الله تستقبل الرسالات، راك تقرأ في كلام ربي، راه ماهوش نص عادي، راه القرآن لكل يوم وفي كل حين وفي كل هيئاتك، فرحان تعب متغشش تمشي للقرآن بإذن الله تلقى الحل بإذن الله السميع العليم. يلا استعاذة وبسملة وناخذوا الآيتين من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحقيق كسرة النون من الشيطاني، وبش نجيبوا الكسرة كما قلت لكم لابد من خفض الشفة السفلى مع الفك الأسفل قليلا. ني يلزمك تحس فما خدمة، لأنه للأسف جهاز النطق ما نش نستخدمه فيه في أحسن معناها أحواله، يعني كان 100% نحن نستخدمه فيه تقريبا 90% ولا 80% ولا 70%، فلابد أنك تكسر تخفض الفك الأسفل مع الشفة السفلى حتى نسمع كسرة صافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با كسر بي بس السين يجري صوتها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب. 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 ومن نون ساكنة بعدها همزة قطع، القاعدة هنا الحكم هو الإظهار. ما معنى الإظهار؟ إظهار صوت النون الساكنة، يلزم تخرج كاملة في النطق واضحة في السمع. ومن آ، ومن آ، ما تسرعش، كمل النون الساكنة في عقلك ثم امشي للهمزة، لهمزة القطع اللي جات بعدها. ومن آياته، عندي هاء الضمير فيها كلمة صغيرة، كلية صغيرة هذيك اسمها صيلة هاء الضمير، كذلك بعدها همزة قطع. في رواية الإمام قالون هنا يدخل تحت باب المد المنفصل فيقرأ إما بالقصر وإما بالتوسط، يعني نقرأ ومن آياته أن، هذا القصر، التوسط ومن آياته أن، نقرأ بالوجهين يلا. ومن آياته أن، ناخذ فقط حبيت المد نضبطوه، قصر ألف واحدة. ومن آياته أن، ومن آياته أن، ومن آياته أن، ومن آياته أن. وهذا وقوف لأجل التدرب على القاعدة، ما هوش للمعنى، المعنى لم يتم، لكن فقط خذينا المد باش نضبطوا الطول متاعه. تو ناخذوا ومن آياته أن خلقكم من تراب. ومن آياته أن خلقكم من تراب. بعد المد المنفصل عندنا قاعدة أخرى، أن خلقكم، يعني بعد نون الساكنة عندي حرف الخاء، جاء حرف الخاء، القاعدة هنا هي الإظهار كذلك، لأن حروف الإظهار يا آية هما همزة وهاء وعين وحاء وغين وخاء، اللي هما حروف الحلق الستة. وقت يجيوا بعد النون الساكنة عندنا القاعدة اسمها الإظهار. الإظهار أن تظهر صوت النون الساكنة وتفصل النون الساكنة على الحرف اللي بعده. من نقرأه هنا أن خلقكم، وكذلك هنا فما تأكيد الإظهار، رد بالك عن النون الساكنة لهنا لأنه المخارج بدأت تقرب لبعضها، مخرج الخاء أقرب من مخرج الهمزة والهاء للنون الساكنة، فعندك إمكانية أنك تخفي وإلا تدغم، رد بالك عن النون الساكنة. من هنا عنا تأكيد الإظهار ونقرأه أن خلقكم، ثم بعد ذلك عندي ميم ساكنة بعدها الميم، أن خلقكم، عندي هنا الإدغام مع إبراز الغنة، ثم
من تراب، عندي نون ساكنة بعدها حرف التاء، وحرف التاء فات من حروف الإخفاء، من تراب، وعندي الباء ساكنة مقلقلة. باش نعاودوا الآية مع بعضنا، ثم بعد ذلك جزء الآية. نحب نسمعكم بالوحدة في هذا الجزء. يلا نعاودوا مع بعضنا طبعا. ومن آياته أن خلقكم من تراب. أعطيني يسر. ومن آياته أن خلقكم من تراب. آية. ومن آياته أن خلقكم من تراب. فات. ومن آياته أن خلقكم من تراب. وعندي الباء المقلقلة. علاش هي القلقلة؟ باش تظهر صوت الباء وقت تكون ساكنة، لأنه وقت السكون راهو يضيع الصوت نتاع الحرف الشديد المجهور. باش تقول تراب الباء تضيع تراب، هذايا يعطيها قوة. سبحان الله، صفة القلقلة تعطي قوة لصوت الباء. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ثم ميم مشددة إبراز الغنة. إذا أنتم كذلك إذا، عندي آخر الكلمة الأولى عندي حرف مد، وبعد أول الكلمة الثانية همزة. عندي همزة قطع، لذلك هنا كيف عندي مد منفصل يقرأ بالوجهين في مثل ما قالون، إما قصر ألف وإلا توسط ألفين. إذا أنتم عندي نون ساكنة كذلك بعد حرف التاء كما شفناها، عندي الإخفاء مع إبراز الغنة. بعد عندي ميم ساكنة بعدها باء، هنا عندنا قاعدة الإخفاء. أنتم باء، وقت تجيب الإخفاء تجيب لي الإخفاء مع زمن الغنة، لكن كذلك انتبه للباء اللي جات بعد، لأنه إذا كان ما تمشيش بنترة باش تجيب لي صوت الباء الشديدة المجهورة باش يجي ضايع شوية، لأنه الباء والميم يشتركان في المخرج، فإذا كان ما ننتبهش للباء باش يجيني ضعيف صوتها. بشر تنتشرون، عندي الراء هنا مفخمة لأنها متحركة بالضم. ثم تنوين الضم بعده التاء، عندي الإخفاء مع إبراز الغنة. ثم نون ساكنة كذلك بعدها التاء، إخفاء مع إبراز الغنة. ثم عندي المد العارض يجوز فيه الأطوال الثلاث. يلا نعاودوا. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. رد بالي المطط الفتحة متاع الميم في ثم، رد بالي نقول ثم، رد بالي هذا خطأ، أنا باش نطول زمن الغنة في الميم المشددة، لكن الفتحة لا، رد بالك تمططها، لأنك إذا كان باش تطول شوية في صوتها باش يتولد عنها ألف مد. يعني هي لا، هي ثم إذا، يلا ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ومن آياته أن، كما القاعدة اللي شفتها في الآية اللي قبل، مد منفصل، أن خلق كيف نون ساكنة بعد خال إظهار، لكم من ميم مشددة بعدها ميم إدغام إبراز الغنة، ثم بعد ذلك نون ساكنة بعدها همزة قطع، من أنفسكم، نكرروا القواعد باش يثبتوا شوية، أنفسكم عندي نون ساكنة بعدها فاء الإخفاء مع إبراز الغنة، ثم ميم ساكنة بعدها همزة قطع الإظهار. أزواجا، عندي أصلها كانت أزواجا تنوين الفتح، وقت باش نقفوا عليه تنوين الفتح يصبح مد عوض، بدلنا عوضنا النون الساكنة بألف مد، ولا يجوز فيه إلا القصر، ما عنديش حق باش نزيد طول أكثر من القصر. ومن آياته أن خلق لكم من
أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا انتبهوا للخاء، الخاء مفخمة، ما نقولوش خلق وإنما نقول خاء لا خلق، يعني فمك التدرج هذاك، الخاء مفخمة اللام مرققة والقاف مفخمة. يلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها. شوفوا ما أجمل هذا الوقوف التدبري، هذا المعنى لأيه، هذه يسرى نلقاها في كل يعني بطاقة دعوة للزواج، نلقاها ونقراها ونرميها، لكن هي ميثاق غليظ، هي وعد من الله سبحانه وتعالى ومع الله سبحانه وتعالى، هي مقامات عالية. علاش الزواج؟ للسكن والإيواء والطمأنينة وراحة البال وكل خير في الزواج، ماهيش عرك ومعروك وتوتر واعطيني نعطيك ونفك لك وتفك ليه؟ لتسكنوا إليها، أحسن سكن اللي ما يجيش كيفه، لا سكن في القصور ولا في البحور ولا في البرور، هو سكن الزوجة عند زوجها والزوج عند زوجته، هذاك أفضل السكن هكا ولا لا يوسف؟ هل أي هذه وقت يبدأ سبحان الله عدل الإشهاد يقرأ فيها وقت في عقد الزواج وقت نعم. عقد القران هما وقتها لربما مش قادرين يسمعوا فيها، مش مركزين. هي فرصة اللي مازال ما سمعش الآية عنده عام ولا خمسة سنين ولا عشر سنين، نسمعوها تو باش نفهموا السكن، باش نفهموا الأزواج، باش نفهموا محلية كي نقراو في الآية وانت تقرأ لنا لتسكنوا، أكسين هذيك في الساكنة معناها تسكنوا فيها كالرخاوة، فيها الصفير، فيها الرخاوة، فيها الهمس، فيها يعني سبحان الله السين صوتها يعني يهدي شوية هكا الأعصاب ونخرجوا من التوتر، يعني وقت السكن الحقيقي وكما قلنا أفضل من قصور الدنيا، يعني أن تسكن إلى تلقى زوج ولا تلقى زوجة تفهمك وتفهمها وتراعيك وتراعيها وترحمك وترحمها وتتودد لها وتتودد لك. لتسكنوا إليها، يعني حتى كان ثم بعض المشاكل اللي ربما تعترض كل يعني كل زوجين لابد فما من مشاكل، راه هي متربية في دار وانت متربي في دار، وهي عندها يعني جيت بأفكار ربما مسبقة وانت جاي بأفكار مسبقة، يعني تفهموا راه الحياة الزوجية معناها أرقى من أنه نعديوها في المشاكل، راه نعيشوا الحب في أعلى وأرقى معاني، الحب اللي باش يخلق جو عائلي يتربيوا فيك الصغيرات هذوكم خارج على عائلة يعني التصارع. لتسكنوا إليها، فأنت أسكن إليها وهي تسكن إليك، تسررها وتسيرك، تودها وتودك، تعديلها وتعديلك، ترحمها وترحمك، يعني قيم الحقيقة جميلة جدا في هذه العلاقة. مالا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة عندي تنوين الفتح بعده حرف الواو وهو من حروف الإدغام مع إبراز الغنة، نقرأه مودة مودة ورحمة. يلا وجعل بينكم مودة ورحمة. ماذا بيت تقرأه وانتم فرحانين يعني؟ لا وتحس قوش عليها كلوا وذيك تأكد لنا مودة مع الغنة مودة ورحمة. نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن كل نون مشددة في القرآن الكريم كما كل ميم مشددة في القرآن الكريم، الحكم اللي هو الإدغام مع إبراز الغنة، لا يبد من إطالة زمن الغنة فيها. إن في ذلك لآيات اللي على تنوين الكسر نون ساكنة، يعني بعدها حرف اللام الإدغام الكامل، هنا انسى النون الساكنة، لا تجيب هالي على مستوى الفم اللسان ولا الجزء الخيشومي منها، لآيات اللي يعني كأن النون مشيت
وعوضناها بلام ساكنة أدغمت في اللام المتحركة بالكسر، أقريناها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تنوين الكسر بعده حرف الياء، الإدغام مع إبراز الغنة، لآيات لقوم تسمعوا كيفاش صوت الغنة، رد بالك تعمل الإدغام وما تجيبش الغنة، فما ناس تعمل لآيات لقوم كل صوت خارج من الفم، معناها صوت الياء فقط. لا، عندنا الإدغام مع إبراز الغنة يعني النون ساكنة باش نعوضها بيا ساكنة ونجري معاها صوت الغنة. لا إن في ذلك لآيات لقوم يسمع الصوت لقوم يتفكرون، واعطيني الكسرة الصحيحة بتاع الميم لقومية وماهيش لقومية. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعاود الآيات مع بعضنا الكل يلا. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. هذه الآيات التي تتحدث على هذه العلاقة الراقية بين الأزواج من الآيات. الله يعيش النساء. النساء. كنا مع فقرة ياسمينات وحكيت لنا ياسمين على الحلال والحرام والعيب، الكلمات اللي نسمعوهم برشا يتداولوا ما بيناتنا، خلينا ما نفرقوش بين الحرام والحلال اللي هو من صلب ديننا وبين العيب اللي هو في العادات والمعتقدات واللي هما ساعات افكار ما همش صحاح يعني. اللي ربما تلقى تناقض حتى في الشخص، ربما يقول لك انا متشبث بالسنه ومتشبث في حاجات وفي حاجات اخرى يقول لك ليه انا ما نعاونش، هذاك عيب كما كنا نحكيو بكري، يولي يفصل ياخذ ما يحب من الدين والاخرى يولي ياخذ على المجتمع ينصبها على حرام والعيب. يعني كأنه باش يتملص من انه يعاون زوجته، خاطر توا باش نذكروا الناس انه حكينا على تعاون زوجتك ولا ما تعاونش، فبرشا يقول لك راجل يدخل الكوجينه، راجل يعاون في الدار، راجل يمسح الدار، عيب وهو ما يجيش. فهذاك هو يعني ولينا كأننا نفرزوا ناخذوا شنو نحبوا ونخليه شنو نحبوا ونعلقوا على شماعة العيب شنو نحبوا. شو تقول لي نقول لك عيب يا الحقيقة نحس لي هي كلها قيود وسلاسل. الإنسان كيكا يبدأ يحد من الحرية متاعه وحده بس خطأ عايش في مجتمع بلا بحاجات معناها لا هي عقلانية ولا حد شيء، يشوف العبيد كيكا تعمل في اتيكيت زي دين. الحقيقة أنا نحس لي هما حاجات يصير يحدوا من الحرية متاع الإنسان، ولازم الإنسان فاس الاسي كونترانت معناها لازم فريمون يكون عيب. هما اي ما هما كي تبدا المراه تسوق ولابسه حجاب ما يتفكروا يعملوا الغمار كان في السوق وقت يتفكروا الحجاب، اما في حاجه اخرى ما يقولوش به. هو ان شاء الله يا ربي يكونوا نساء ونص، نساء اللي فهموا رسالتهم كما قلنا وعرفوا وضعهم. اما بربي حبيت نعرج على الحرام والعيب، قديش في معناها في السوسيتي نتاعنا العيب ياخذ بريفو على الحرام. اي يقول لك عيب الراجل يعاون مرته، اما ربك يقول موده ورحمه. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث كلها من أهله. اي هي سنه، اما ما انزل الله بها من سلطان معناها توا في وقتنا معناها يذولي كانت قد خليقك وتعطي بالحق المثل والقدوه، تقول انت المسلم خير من اللي تعملي سويك
وقميص قميص سامحني قميص وسروال قصير وسبدري نايك وبلوزه واحد هو والله يا سهم تو باش ندخل في مداخل اخرى اما كان جاي سيدي النبي صلى الله عليه وسلم حي صلى الله عليه وسلم ما نتصوروش لابس لا قميص ولا يعمل سي بكرا ومشى مع العصر نتاعو عرف كانوا يلبسوا هكاك عرف هو هكا فاتن مازلنا نشوفوا منك برشا حاجات ومازلنا باش ناخذوا كل الجواهر اللي في قلب فاتن من داخل باش نسمعوا على المراه الزمنيه على كل ما هو زمني باش ان شاء الله تهزنا فاتن ان شاء الله في من خلال هذه اللقاءات. يسرى يعطيك الصحه بنتنا الشابه ربي يبارك فيك ان شاء الله ان شاء الله ديما مجموعين هكا في خير وان شاء الله يا ربي نثري هذه اللقاءات بكل ما ينفع الناس. يعطيكم الصحه اللي تبعتونا ان شاء الله باذن الله نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله من نساء ونص.